والآن أعزائي الطلاب، تمارين كان وأخواتها، درسنا الدرس، شرحنا، طبقنا البعض منه، والآن التمارين التي أنتم سوف تجرونها، وبعد قليل أعطيكم الإجابة. السؤال الأول، أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل التالية وأجد التعديل اللازم. يجب أن تتذكروا أنها تدخل على الجمل الإسمية فتحدث تغييرا فيها من حيث ترفع الأول اسم لها وتنصب الثاني خبرا لها. الجملة الأولى، المتكبرون في المجتمع مكروهون. النساء مثقفات مميزات في الحياة. هذه جمل إسمية مؤلفة مبتدأ وخبر. صديقات طفولتي وفيان. المطلوب منكم أن تضعوا أخواتها كان أو إحدى أخواتها على تلك الجمل لتتغير. السؤال الثاني، حول الجمل التالية إلى المفرد. إنها في الجمع، حولها إلى المفرد واضبط أواخر الكلمات فيه. السؤال الأخير، ثلاثة، أعرف أمس الطبيب يزوره. يعني بالطبع سنعرف كل الاحتمالات التي يأتي فيها اسم كان وخبرها، إن كان في المفرد، إن كان في المثنى، في الجمع، إلى آخره بعد قليل. الإجابة الآن، الإجابة بعد أن أجريتم أنتم الإجابات، فانظروا جيدا إلى اللوح لتعرفوا إن كانت إجابتكم صحيحة أم خطأ. فإذا السؤال الأول، حول أدخل كان إحدى أخواتي على الجمل التالية وأجد التعديل اللازم. المتكبرون في المجتمع مكروهون. المتكبرون هي المبتدأ، مكروهون هي الخبر. لاحظوا التغيير هنا، استعملنا إحدى أخوات كان التي هي ما زالت النساء المثقفات. كان المتكبرون في المجتمع. انظروا كيف أصبح هناك المبتدأ الخبر مرفوع، هنا أصبح منصوبا مكروهين. فإذا كان المتكبرون، الاسم هو مرفوع، الخبر منصوب. كان المتكبرون هنا أخبر مكروهين. هل الجملة الثانية، النساء المثقفات مميزات في الحياة. هذا شيء طبيعي، استعملنا ما زال، أستطيع أن أستعمل إحدى أخواتها أيضا غيرها، لكن هنا أخذنا ما زال. أنتم إن أخذتم غير أخوات كان، أخوات كان وكان في موقعها الصحيح، لا، إنه شيء صحيح. ما زالت النساء المثقفات هنا، هذه صفة أو نعم، هنا الخبر مميزات، لاحظتم في المجتمع مميزات، لأن النصب في حالة الجمع المؤنث السالم علامة نصبه كسرة عوضا عن الفتحة، لأنه في جمع المؤنث السالم. من هنا نعرف أن هنا خبر ما زال والخبر منصوب بالطبع، ولكن نتذكر أن مميزات هي من صيغ الجمع المؤنث السالم، لذلك علامة نصبه كسرة عوضا عن الفتحة، لأنه في جمع المؤنث السالم. الجملة الأخيرة، صديقات طفولتي وفيان. لاحظتم هنا أحبائي كيف حذفت النون، لأنه أضيف أساس الكلمة صديقاني، ولكن لأنه يوجد اسم أسميه مضاف إليه بعدها حذفت النون. صديقات طفولتي وفيان مبتدأ وخبر. انظروا هنا، استعمل الفعل الناقص ظل وبقيت النون محذوفة للإضافة. ظل صديقات طفولتي وفيان، هنا الخبر علامة نصبه ياء. لماذا؟ لأنه في المثنى، صح. السؤال الثاني، نحول الجمل التالية إلى المفرد ونضبط أواخر الكلمات. يكون المتفوق في عمله مكروها. كانت يكون المتفوقون في عملهم مكروهين. حولتها إلى المفرد أنا. يكون المتفوق في عمله مكروها. الجملة الثانية، ما زال السارق متوارد. حذفت الياء هنا، متوارد، لأنها اسم منقوص، تحذف ياءها إن كانت نكرة، أضيفها عندما تعرف. هذا ما ستدرسونه في درس المقصور والمكدود والمنقوص، هذه الكلمة أسميها منقوص، السنة المقبلة وليس السنة. عن النظر، أضحت الفنانة اللبنانية مشهورة. هنا الاسم وهنا الخبر، اللبنانية هي صفة للفنانة وليست الخبر، هنا الخبر. الجملة الأخيرة، الرابعة،
أمس الطبيب يزور، انظروا إلى الأعراض جيدة وعلى أساسه أعرف كل أخوات كاملة، ولكن يختلف الاسم. قلنا الاسم إما يكون اسما ظاهرا، إما أن يكون ضميرا متصلا أو ضميرا مستترا. هنا الاسم اسم ظاهر، الخبر أنواع أربعة، إما أن يكون كلمة مفردة أي اسما ظاهرا، إما أن يكون جملة فعلية، إما أن يكون جملة اسمية، إما أن يكون شبه جملة من الجار والمجرور. هنا نوع الخبر عندي جملة فعلية. انظروا معي، أمس هي من الخبر كان فعل ماضي ناقص، دائما يجب أن أقول ماضي لأنه اسم منقوص ذكر تحذف ياء. فعل ماضي ناقص يدخل على المبتدأ والخبر، يرفعكم والاسم له وينصب الثاني خبر له. الطبيب كان الطبيب اسم أمس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يزوره أخبرت، هنا أنا بالجملة الفعلية ولكن لا أعربها مباشرة الخبر، إنما أعربها إعرابها الأساسي، يعني فعل فعل لائق معرب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا دائما آخر الفعل، ما هناك ضمائر تتصل معنا. هنا يزور فعل لائق معرب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله لكل فعل فاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، دائما انتبهوا جوازا للغائب والغائبة، وجوبا للمتكلم والمتكلمة أو للمخاطب والمخاطبة. فإذا وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، هل انتهينا؟ والها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. وجملة فعلية، هنا جملة فعلية، خبر ضمير جملة فعلية، ونحن نعلم أن الخبر في محل نصب هو منصوب الخبر. فإذا هنا والجملة الفعلية من يزوره وقع في محل نصب خبر أمس، الفعل الماضي أمس.